أبدأ بما قاله زعيم الجمهوريين المرتد في الصفحة رقم 5، الصفحة رقم 5 من هذا الكتاب. أترون العنوان؟ ما أبرز كلمات، ما هي أبرز الكلمات في هذا العنوان التي كتبت بالخط العريض؟ أبرز الكلمات في العنوان: وكرر الخط، الإسلام لا يصلح. وبين هذه الخطوط العريضة خطوط أصغر: الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. يقول الأبتر ابن طه المرتد في الصفحة رقم 5: وأول ما يمكن أن نبدأ به هو أن بعض الناس فهموا من هذا العنوان أن الحزب الجمهوري يعتقد أن الدين لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، وما أعتقد أن هناك عذر ليفهم مثل هذا الفهم من هذا العنوان. فهمتوا شنو أنت يا أخوانا؟ ها؟ الزول ده قال ما بيعذر أي زول يفهم من العنوان ده إنه الدين ما بيصلح لإنسانية القرن العشرين. قال بعض الناس، بل كل من جعل الله له عينين ولسانا وشفتين ويقرأ ويعقل لا يفهم من عنوان المرتد هذا إلا أن الدين لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. ولذلك منذ أن أطل الجمهوريون في الساحة وتحصلت على كتبهم، كان كل من يسألني عن حقيقتهم أوقفه على عنوان هذا الكتاب فيكتفي به في معرفة كفرهم وضلالهم، بيكتفي بمجرد قراءة الكتاب. بعض الناس يقول لك شيل شيل الكتاب ده، من ما عاوز اقرا ذاته. مجرد القراءة للعنوان تجعل صاحب الفطرة السليمة على معرفة بعقيدة هؤلاء. والكذاب الأبتر يريد أن يوهم القارئ أن للعنوان معنى مغايرا للظاهر، سيأتي بيانه. لكن هذا الأسلوب هو من أساليب الباطنية الصوفية الذين يمارسون فيه نوعا دقيقا من أنواع التقية، بحيث يثبتون القول ويقررونه. فإذا قرأه العارف على حسب مصطلحاتهم هضم ما فيه وابتلع ما فيه، ثم يتحرزون مما قالوا بعبارات يمكنهم أن يخفوا بها عقيدتهم، إما في مواجهة علماء الشريعة الذين يسمونهم علماء الظاهر، أو في مواجهة أسئلة السالكين الذين لم يبلغوا مقامات العرفان ولم يتحققوا بالأسرار، أو يضعونها تحرزا كذلك أمام العوام الذين سلمت فطرتهم، فيقرر الباطل ويقول القول الباطل، لكنه يضع كلمة إذا اضطر إلى الرجوع يقول اقرأ الكلام الذي بعدها. هذا موجود عند من نتكلم معهم من الجمهوريين. فقول الأبتر ابن طه أنه لا يعتقد أن هناك عذرا لمن يفهم من عنوانه هذا أن الدين لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، هو كقول الهالك محمد عثمان عبد البرهاني في كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة، تكلم عن مقامات يتدرج فيها العبد حتى يبلغ مقام المشاهدة لله، قال: وفي هذا المقام يسقط الذكر عن العبد، لا يحتاج أن يذكر الله، يسقط عنه ذكر الله تبارك وتعالى. قال: وفي هذا يقولون، كلام لحمد عثمان البرهاني، بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، فترك الذكر أفضل كل شيء، وشمس الذات ليس لها غروب. ثم يقول البرهاني: ولقصر فهم كثير من الناس يفهمون أن هذه الأبيات لمنع الذكر. هذا نفس الأسلوب، إنه في ناس ما عندهم فهم، علماء الشريعة، عوام الناس، السالكين، أما الزنادقة المتحققين بالكفر فإنهم يفهمون هذا الكلام، هذا هو مقصدهم. فهم باطنية يتسترون ويلجون إلى هذه الأساليب الرخيصة. يواصل كذاب الأبتر كلامه فيقول: ما أعتقد. الصفحة رقم 5، كتاب الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. يقول: ما أعتقد أن هناك موجب
أو أن هناك عذر ليفهم مثل هذا العنوان أو ليفهم هذا الفهم من هذا العنوان، وإلا لكان العنوان مباشر: الإسلام لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. لكن عندما يقول الإنسان الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، معناها اعتمد على الإسلام، لكن عنده فهم خاص. انتهى كلامه، قال لو الزول ده رطعن في الدين يقول الإسلام لا يصلح، لكن طالما قال الإسلام برسالته الأولى لا يصلح، معناته شنو؟ الزول ده معتمد على الإسلام وعنده فهم خاص. فيقال له: بل لو كان العنوان مباشرا كما زعم الإسلام لا يصلح لإنسانية القرن العشرين كان الكفر يكون أخف والله أشد. ها شيخ، الكفر كان بيكون أخف والله أشد لو قال الإسلام لا يصلح، أو قال الإسلام برسالته الأولى لا يصلح. الكلمة الأشد ياتا أولى ولا الثانية؟ الثانية، لأنه في قوله الإسلام لا يصلح هذه الجملة تضمنت كفرا واحدا، ما هو؟ الطعن في الإسلام ووصف أحكامه بأنها شنو؟ غير صالحة. لكن عندما يقول الإسلام برسالته الأولى لا يصلح إنسانة القرن العشرين، تضمنت كفرا زائدا، وهو ادعاء أن للإسلام رسالة ثانية، وسيأتي في الكلام هذه الرسالة الثانية وهو رسولها، والجمهوريون أمتها، أمة غير لأمة الإسلام، ورسول غير رسول الإسلام، ورسالة غير رسالة الإسلام. الدين الإسلامي العظيم رسالته واحدة وكاملة وعادلة وصالحة لكل زمان ومكان. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله المتوفى سنة 774 هجريا في تفسير القرآن العظيم: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذه الآية لا يؤمن بها الجمهوريون، قد يؤمنون بلفظها ونصها لكن لا يؤمنون بمعناها. ولو آمنوا أن كلمة الله جل وعلا ودينه وشرعه قد تم صدقا وعدلا، كما قال الحافظ ابن كثير: صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، لما قالوا أن دين الإسلام لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. ولا يظنن ولا يظن هؤلاء الذين يرددون كلمات المرتد الأبتر كالمدعو دالي أو المدعو القراي أنهم بكلماتهم الفاجرة عن الشريعة وأنها لا تصلح، لا يظن أنهم يطعنون في السلفيين الذين يطالبون بتطبيق الشريعة والإذعان لها، ولكنهم يطعنون في دين الإسلام ويطعنون في الله تبارك وتعالى، ويصفونه بالظلم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ويصفون دينه بالنقص وعدم التمام. يقول رحمه الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الدين لهم تمت عليهم النعمة. ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه سبحانه وتعالى. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. فهذا يرد الجزء الأول من كلامه أن هناك رسالة ثانية، ليست هناك رسالة ثانية، إنما رسالة واحدة باقية خالدة إلى يرث الله الأرض ومن عليها.
أما قوله معناها اعتمد على الإسلام لكن عنده فهم خاص، فيقال له أن أحمد ميرزا غلام القادياني أيضا اعتمد على الإسلام ولكن عنده فهم خاص وقال هو نبي وهو كافر مرتد، والذين آمنوا به كذلك كفار ولكنهم يؤمنون بالقرآن والسنة، ألفاظ القرآن والسنة، حتى أنهم كما قال العلامة الألباني رحمه الله في مقطع أو في تسجيل قيم في بيان المنهج السلفي وأهميته بيّن أنهم يؤمنون بقول الله جل وعلا ما كان محمداً ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يؤمنون بهذه الآية لفظاً لكنهم يكفرون بمعناها الذي يدل على ختم النبوة. ما الفائدة من هذا الإيمان وما الفائدة من هذا الفهم؟ ولهذا كان التنبيه الأول في مقدمة هذه السلسلة مقصوداً، وهو الرد على الجمهوريين وغيرهم، هو وجوب التقيد بفهم السلف الصالح، وكل من جاءنا بفكرة وكل من جاءنا بفهم حاكمناه بما كان عليه السلف الصالح، لأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا السير خلفهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين أول ما يتنزل في هذه الآية فإنه يتنزل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل الإيمان عند نزول هذه الآية. وسيأتي في خرافات الجمهوريين أنهم يقسمون الأمة إلى قسمين، أو يسمون الأمة المحمدية بأمة المؤمنين، أمة القرن السابع يسمونهم بالمؤمنين، والله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولا شك أن هذا ليس سبيل المؤمنين، هذا ليس سبيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون به في كل شيء، هذا ليس سبيلهم، وإنما هذا سبيل مسيلمة وأضرابه من مدعي النبوة. هذه الآية قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويتبع لازم المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليها تحقيقا، والأمة المحمدية مجمعة ومطبقة على أن الرسالة قد ختمت وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأمة الإسلام لا تجتمع على ضلالة كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله رحمه الله تعالى أن هذا ملازم للصفة الأولى هو قول الله ويتبع غير سبيل المؤمنين، وفي ذلك قال العلامة الألباني رحمه الله لو لم يكن هذا القيد موجودا في الآية لجاز لكل إنسان أن يبتدع ما يبتدع ويحدث ما يحدث ويقول هذا ما فهمته من الإسلام. هذا كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى بمعنى، لكن الله جل وعلا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، العقوبة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول رحمه الله تعالى وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الكلمات التي ذكرها الأبتر بن طه المرتد الكذاب في مقدمة كتابه هذا يبين أنه صاحب رسالة غير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.